يقول: ماذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حول بركة الطعام، هل في آخره أو أوله أو وسطه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة. فالإنسان يعمل بالآداب الشرعية في الطعام، يسمي في بداية الطعام، ويأكل مما يليه، ويترك ذروته. هذه هي الآداب الشرعية في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدرون في أي طعامكم البركة، وأمر بلعق الأصابع بعد نهاية الأكل، لأنه ربما تكون البركة فيها أيضاً.